طبعا واحد من الملفات المهمه اللي اتناقشت على اجنده الاجتماع النهارده ما بين الرئيس السيسي والفريق اول آه برهان هو موضوع سد النهضه باعتبار انه دولتين مصر والسودان هما عضوين في الاجتماعات الثلاثيه اللي ما بين مصر والسودان واثيوبيا متعلقه بسد النهضه. وعشان اقول لكم التطورات الاخيره انه النهارده انعقد اجتماع ما بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان حضروا وزراء الخارجيه الثلاثه ووزراء الري الثلاثة. وزير خارجية مصر، وزير خارجية السودان، ووزير ري مصر، وزير ري السودان، وزير ري اثيوبيا. وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على بداية اسبوع من المفاوضات برعاية سودانية. بداية اسبوع من المفاوضات برعاية سودانية. ايه اللي هيتم في هذه الأيام السبعة هذا الاسبوع؟ حيتم شط وتعديل وحذف وإضافة بعض النقاط على الاتفاقيات والمسودات التي تم الاتفاق عليها في الجولات الستة السابقة اللي حصلت ما بين الدول الثلاث معنى الكلام ده ببساطة ايه؟ معناه حاجتين عشان بس ما اطولش على حضراتكم واجيب لكم النهية او الافادة يعني واحد استمرار المفاوضات وعودة المفاوضات واستئناف المفاوضات عشان بس بعض الناس اللي قعدت خلال الفتره اللي فاتت تقول لا وان الصدام ومش صدام وفي قطيعه ومفيش كلام اللي حصل النهارده هو اتفق عليه النهارده يدل على رقم واحد اللي انا بقوله ده استئناف المفاوضات ما بين الدول الثلاث من اجل الوصول الى صيغه نهائيه ترضي كل الاطراف وتحافظ على حقوق كل الاطراف. اثنين انه هتبدا المفاوضات خلال الاسبوع اللي جاي مش من الصفر مش من البدايه لا من حيث انتهت اخر مفاوضات. كلام السودان النهارده انه هنعمل تعديلات وشطب واضافه وتعديل و معناها ان عندنا حاجه وصلنا اليها هننقح فيها بس، هنصلح فيها، هنعدل فيها، لكن مش هنبدا من الصفر وده معناها ان احنا هنبدا من حيث انتهينا في اخر جلسه مفاوضات. ده ان دل على شيء يدل على انه ان شاء الله ان شاء الله في حاجه مبشره هتحصل، على الاقل ان في نوايا للتفاوض والاتفاق مش نيه للاختلاف